ملك إيهاب. كان عليا كيمياء و... كيمياء صح كيمياء وإيطالي. الحمد لله يعني ها هنمشي. لا يعني الكيمياء كانت جايه في المتوسط يعني، ولا هي صعبه اللي ما تتحلش خالص، ولا هي سهله اللي يعني عرفت تحليها برضه. طيب الايطالي اكتر؟ لا الايطالي كان حلو، كان سهل. اه لا كان حلو. طيب كان الكيمياء مثلا نقول ان هي في مستوى الطالب العالي ولا المتوسط ولا يعني المتوسط؟ ومعظم الاسئله يعني عاليه شويه. كم سؤال تقريبا واقف قدامي؟ هو صراحة في الأسئلة المقالية اللي هو يعني احنا كان عندنا ثلاث أسئلة مقالية، أول سؤال كان حلو، تاني سؤال هو اللي كان رخم شوية. بس حبيبة جمال قوليلي كان عندك ايه المادتين؟ كان عندي إيطالي وكيمياء. الإيطالي كان حلو قوي، والكيمياء برضو كانت كويسة، بس كان فيه شوية تركات كده. يعني ايه التركات اللي قدامك؟ كام سؤال تقريبا؟ في المقالي يعني كان فيه حاجة تقطع معايا في المقالي. كام سؤال تقريبا؟ هما كانوا ثلاثة. اول واحد اللي هو قعدت فيه كتير قوي يعني، وعملت اجابتين برضه في الاخر. بس الصعوبه كانت في ايه يعني؟ كان اول مره تشوفيهم ولا كان يعني حسيت ان في حاجه زياده، في حاجه يعني مش عارف، بس كان غريب شويه بالنسبه لي، بس كان حلو. كنت محتاجه وقت اكتر؟ لا لا الوقت كان حلو، احنا سلمنا بدري كمان. الايطالي كان كويس؟ اه كان حلو. اسمك ايه؟ الاء حلم. كان عندك ايه النوع؟ ايطالي وعلم نفس. كان كويس جدا، مفيش اي حاجه يعني، كان سهل. القطعه كانت بتتكلم عن ايه؟ القطعه كانت هم كانوا قطعتين، اول قطعه كانت بتتكلم عن طلبه في المدرسه وكده، وتاني قطعه كانت بتتكلم عن مش فاكره ايه. اه قولي لي اخبار العلم النفسي. كان سهل جدا برضه، ما كانش فيه اي حاجه. طب هو بس كان المقالي كان في تركات يعني. كان في أسئلة صعبة؟ أو سؤال، سؤالين مقالي بس في علم النفس، وفي سؤال بس في التابلت كان بس في فكرة بس يعني. نقول بشكل عام كانوا الاثنين سهلين جدا أصلا. كان عندي كان عندي علم نفس واجتماع وعندي إيطالي. هو كان حلو، بس المقال اللي والله اللي كان فيه أزمة كده شوية، معرفش ازاي من تغربة. السؤال مش مفهوم والله، جايبين لك يعني جايبين لك سؤال مش مفهوم اصلا يعني. اول مرة تشوفه؟ السؤال اول مرة نشوفه. ايوه. كان عن ايه بقى يعني؟ هل هو كان بيتكلم يعني هاتي مثال من عندك، يعني حطي مثال من عندي، دماغنا يعني نجيب مثال منين يعني. بس الايطالي كان حلو، بس القطعة كان بيتكلم عن ايه؟ هيتكلم عن حفلة وفوات وكده يعني، بس القطعة بجد وحشة جدا. ايوه بس يعني الشاطر هيعرف يحلها وكده يعني، لكن بس